السوق كاين زكان، هذا الخير تبارك الله موجود، الخير تبارك الله كما كتشوفوا. كاينين الحواله، اذا الحوليات ما كاينينش، الحواله تبارك الله شفتوا 94 860 كل حاجه في ثمنها. شحال اسيدي اثمنه ديال هذه الحواله ديالك؟ شحال اثمنه ثمن اخويا؟ 860. وكما كتشوفوا هادو هما الحواله ديال 860 اليوم الثلاث في انسكان 860000. اذا الثمن انا رايي الثمن مناسب. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد سوق انسكان، جينا باش نصور لكم وانا خاص في انسكان. غادي نكتشفوا لكم اثمنه، وغادي نكتشفوا لكم اثمنه ديال الحواله خاص العيد الاضحى 2024. تعليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش تصبحوا كل جديد. نبداو لكم على بركه الله. كما كتشوفوا معنا الحواله في انسكان اليوم ثلاث شحال اسيدي اثمنه ديال هذه الحواله ديالك؟ شحال اثمنه ثمن اخويا؟ 860. وكما كتشوفوا هادو هما الحواله ديال 860 اليوم الثلاث في انسكان 860000. اذا الثمن انا رايي الثمن مناسب وعلى حسب كل واحد تبارك الله. حوالا 860000. هاد الحوالا اش من مكان بالضبط؟ ديالها فين شفتو؟ ايه عرف روش التبن. لا لا اش من مدينه؟ ديال البروش ديال اش؟ خياط ما فهمتش. الرحيات الرحيات صافي زوين كاع الله يلك عبد. اذا غادي نحاولوا نشوفوا لكم بعض الحواله خاصه في هذا المكان. وثاني حاجه كنعتذروا لبعض الناس ربما بان شي واحد في الفيديو يسمح لنا. اذا سوق انسكان هو هذا اللهم بارك. اذا الحواله كاينين ديال بصح، جينا باش نديروا الجوله ديالنا خاص سوق انسكان تبارك الله. عندكم هذه المساحه كلها فيها ديال الحواله سوق انسكان. المعزي كاين اخويا هنا ياك؟ المعزي كاين. كيف هذيك الاتجاه؟ حتى هو كاين في هذيك الاتجاه. المعزي كاين في هذيك الاتجاه حتى هو تصوروه كما كتشوفوا تبارك الله. السلام عليكم. صوروه بغينا نديرو شي فيديو عندك هنا تقول لينا اثمنه. ما تبارك الله، شوفوا الخير تبارك الله، شوفوا بلادنا تبارك الله، شوفوا شوفوا الاغنام، شوفوا تبارك الله اثمنه خيالي. شحال هادو اخويا؟ شحال الثمن؟ شحال؟ 94000. شوفوا اثمنه خياليه، الحواله ب 94 اليوم ثلاث انسكان. اش بغيتوا باقي؟ شوفوا الخير ديال البلاد تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. النعمه ديال سيدنا الخير والبركه. اذا انا رايي الناس كتشري حيت دابا العيد ما بقى ليه والو. 94000 الحواله ديال بصح شي حولي. انتوما كتبوا لينا في التعليق شنو رايكم، واش الثمن هو هذاك ولا الثمن طالع؟ ونتمنى ان شاء الله يكون بخير. حولي تبارك الله ما كيبقاش نهائيا، هو العشق والذريعه ديال صراط زيت ما كيبقاش دور في الدار. اللهم بارك. كيكون تحت كابري تحت دور ديال الدار ديال الماريو في اللور ديال الثلاجه وفي الموتور ديال. اذا اشواء رائعه جدا. اذا الحواله شفتوهم 64 94000. هذا هو الدواء اللي كيشوط صراط زيت. هذه البلاصه فين الكراس؟ نحاولوا ندخلوا هنا. احسن دواء ديال صراط زيت خويا هذا. الهدف ديالنا هو اكتشفوا لكم الأثمنة. كتبوا لينا في التعليق اش من السوق بغيتوا تصوروا.
شحال سيدي شحال هادو هادو اثمن شحال ماشي ديونا خويا ها واش مسموح نصوروا بعدا مسموح اللي باغي يدور لا ما بغي يصور ياك يا خصنا نحيدوا هادشي الله يحفظك سمح لينا بخير هانيا واش مزيان عند البارك خويا ارفع الهو ديال ايوا غادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد ان شاء الله اش غادي نقول لكم صراحه اليوم اكتشفت بانه بعد الكسابه طلع عليهم الضوء اش خريك اخويا قال لك صوروا صور الحولي ما تصورنيش انا انا اشنا غادي نصور غير الحولي كما كتشوفوا بعض الناس يشريو الحولي شحال اخويا الثمن ديال هادو ها 68 الف اذا كما كتشوفوا تبارك الله 100% كما يكون اخويا انه ديال الصراخ ما كيبقاش 68 الف ثمن مناسب ولا كبير ولا صغير ما الحولي تبارك الله ايوا كما كتشوفوا معنا سوقين زكان هذا الخير تبارك الله موجود الخير تبارك الله كما كتشوفوا كاينين الحواله اذا الحوليات ما كاينينش الحواله تبارك الله شفتوا 94 68 كل حاجه في ثمنها اللهم بارك شحال شحال دايرين هادو 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 الشام زين شد شد ياك انا لا 74 شحال داير هذاك 74 اسيدي 74 الف مزيانه الله يسخر اسيدي هذا 54 تبارك الله هو كما كتشوفوا الحواله 54 اذا هذا هما الحواله رخاص الثمن مناسب هذا ثمن مناسب حرف تبارك الله ياك 72 تبارك الله انتم كتشوفوا الحاولي 72 الف فقط تبارك الله دابا هاد الحواله ديالك فين شفتيهم ديال اكادير ولا فين ديال اكادير تبارك الله مسكينه ها مسكينه اكادير مسكينه فين جات جات هنا اول مره نسمعها مسكينه قال لك مسكينه الله يسخر اخويا الله يوفق سير موفق اذا كما كتشوفوا اللهم بارك اجواء رائعه في الانسكان تبارك الله عامر تبارك الله اذا كنحاولوا نشدوا الناس اصعب حاجه هو تصور شي حد بيدو الموافقه ديالو كنعتذروا لكم اسمح لي اخويا تبارك الله ها انتم كما كتشوفوا الخير موجود تبارك الله اليوم ثلاث انسكان اذا الناس اللي كتشري الناس كيشريو ياك كيشريو ها كيقلبوا دابا شنو رايك في السوق دابا مزيان ولا ناقص ما كاينش البيع اذا كما كتسمعوا مولاهم قال لكم بانه راه البيع قليل ودابا امتى تكون الرواج امتى غيكون الرواج عندكم قل عيد 4 ايام 5 ايام سيمانه 10 ايام 10 ايام 10 ايام الله يسخر اخويا الله يوفق مسيره موفقه اذا كما شفتوا راكم ديال الحوالة أثمنة رائعة جدا أنا غادي نحاولوا نمشيو لكم بلاصة أخرى كبير هذا كنعتذروا لكم هابا ماشي حيت تبان في الفيديو اسمح لي هابا هابا تبارك الله خير وبركة شحال دايرين هادو؟ 92 هادو الحوالة ديال 92 دابا 92 ألف عاد تصايب معاه باقي تمام تبارك الله حاجة مليحة هادو السردي ياك السردي السردي تبارك الله ها انتوما ها شوفوا تبارك الله تبارك الله المليح المليح دابا شحال هذا كيوزن في الكيلو تقريبا غير كذب عليك تما فراني عليا 92 الف
دابا بالنسبه اثمنه هما هذوك ياك ما اثمنه شوف ما غاليش بزاف ياك انت راه حول هذا الى قدنا كاع نحيدوا المولى شي 2000 ولا 3000 فعلا تماما 92000 اذا اثمنه مناسبه اذا كيبان لي انا السوق العام الماضي كان رخيص على هذا العام غالي علاش لا مزيد العلف راه الزرع مزيود ومزيد ياك العلف العلف غالي العلف كان جدرام كان 50 ريال ولا 140 ريال ودابا شحال باش كتشريو العلف تقريبا 140 الكيلو دابا 140 الكيلو تبارك الله اذا كما كتشوفوا معنا اذا الحواله 92000 ها هو الحولي 92000 والمقد حاجه مليحه السردي دابا هذا ديال اكادير هنا ولا هذا وكرسي المختار سيدي المختار سيدي المختار الشيشاوه هادو هما الحواله ديال الشيشاوه الله يسخر لك اخويا الله يحفظك اذا اثمنه مناسبه اثمنه خياليه نتمنى الاعجاب ديالكم ان شاء الله بحول الله الله يسخر اخويا شوف شوفوا تبارك الله اذا باقي مستمرين في الجوله ديالنا اسمح لي نحاولوا نشاركوا معكم بعض البلايص اذا تبارك الله السلام عليكم ياك ماشي مشكل واخا نصوروا احنا نتشاوروا هو الاول اذا انتم كتشوفوا الحواله في الشكل دابا شحال الثمن ديال هادو شحال الثمن سيدي حنا باغيين نعرفوا غير الثمن نشرب لكم الناس هنا كاين بعد الكسابه طلع عليهم الدب شحال الثمن اخويا شحال 65 اذا كما كتشوفوا الحواله 65 اذا الهدف ديالنا هو نكتشفوا لكم اثمنه حتى نتوما تشوفوا الحولي اللي عجبكم وجو خذوه دابا ينزكر كيعمر غير ثلاثه صافي ياك غدا ما غاديش يعمر حتى تبقى العيد شحال تقريبا كتعمروا كيعمر كل نهار شحال ديال الوقت 10 ايام سيمانه تقريبا سيمانه ولا 10 ايام غتلقاو الكسابه دايرين الحواله ديالهم كل نهار اذا كما كتشوفوا 75000 ثمن مناسب اذا هادشي كيبان ليا انا رايي على حسب ارتفاع خاص الزرعه العلف غالي ياك تماما الله يسخر لك اخويا غادي نحاولوا نمشيو لكم بلاصه اخرى اذا ها انتوما المليح كاين تبارك الله موجود الخير تبارك الله اللهم بارك اذا كما كتشوفوا الناس كتشري شحال دايرين اسيدي هادو؟ اسيدي هادوك 84 84 مليح المليح هذا السردي الجودة السردي الجودة شوفوا تبارك الله اللهم بارك وراه ما يمكنش غير الصفات ديالهم زوينة تبارك الله هذا السردي 84000 ما كاين ثمن مناسب حاجة مليحة تبارك الله 84000 فقط اللي يبغي يشري الحولي يجي ياخذ الحولي اذا ربما بعد اسبوع تقريبا يقدر الثمن غادي يرتفع تبارك الله الناس كتشري ما كيشريو الناس هذا هو الواقع شوفوا تبارك الله وكاينين الانواع ديال الحواله كاينين الانواع ديال الحواله هنا اللهم بارك الله يسخر لك اخويا الله يحفظك غادي نحاولوا نوريكم هذا النوع ديال الحواله هادو ربما الحولي ديال تيم حضيت نتمنى ما نغلط اذا هاد الحواله هما ديال تيم حضيت حتى هما شحال الثمن اسيدي الثمن هاد الحواله ديالك شحال 76 اذا حولي ديال تيم حضيت 76000 اذا ما بيناتهم والو مع السردي شفتوا الثمن ديال السردي وانتم كتشوفوا الثمن ديال تيم حضيت اذا الثمن
هادي على حسب انا رايي بعض الناس اللي قصح عليهم ويكون قصح شويه عليهم الثمن. اذا انا رايي الثمن في السوق ديال الماضي 2023 كان الثمن ناقص شويه. انا رايي دابا كتلقى واحد الحاولي 94 84 75 3000 درهم ما كايناش نهائيا. 3000 درهم ما كايناش. دنا الماضي 2023 كانوا الحواله ب 3000 درهم. تبارك الله. اذا كما كتشوفوا طيب حضيت تبارك الله حواله في كل مكان. دنا السوق كتشري كتبيع. نحاولوا نجيو عند بعد السبه هنا كما كتشوفوا تبارك الله ديال القريه خير من الجو تبارك الله. راجل كبير ها شحال دايرين اسيدي هادو؟ كل حاجه بثمنها. باش نكون واضحين باش نكون بعد السبه غير راضين على حساب الاثمنه. كنلقاو دابا بعض المرات كنجي عند شي كساب كنقول ليه الثمن ما كيرضاش باش يقول لك الثمن. اذا القلق خاص في السوق. اذا باغيين يبيعوا بالثمن ديالهم وراكم عارفين هادشي ديال التجاره خاص ديال الاغنام كيكون فيه المشاكل. كاين اللي كاعي كاين اللي فرحان كاين اللي كيقول لك صور كاين اللي كيقول لك لا صور الحوله ما تصورنيش. حنا الهدف ديالنا هو نكتشفوا اثمنه فقط ونكتشفوا السوق خاص في انسكان واش طالع ولا ناس. اذا صورنا لكم اثمنه غادي نحاولوا نجيو لهنا. السلام عليكم. شحال دايرين هادو؟ 66 ها؟ 66 هادي نعجاول ياك حولي خرفانة لا لا شفت هذا ما عندوش القرون صحابني اي تماما هذا خرفان ثمن مناسب كما كتشوفوه تبارك الله. شحال داير هذا؟ هذا الخروف ديالك شحال داير؟ 28000. اذا كما كتشوفوا خروف 28000 وصغير هذا صح. هذا يعيد هذا يا قال لك الدرويش ديال الدرويش الدرويش كاين اللي ما هذاك الشيء اللي كاين الناس اللي ما عندهم ما يشريو اش غادي تشريو الله يسخر اخويا تبارك الله. 72000 شحال هاد الحوله سيدي؟ 72000 72000 شنو نقول لكم؟ انا رايي الكاليتي ديالو الصفات ديالو واعر تبارك الله الله يسخر اسيدي. شباب اذا غادي نحاولوا نقربوا لكم مكان اخر. اذا كما كتشوفوا 85 واش كيسكر الخير هذا؟ انا بدفع 30 كما كتشوفوا هذا 30 30000 خروف 30000 على حسب التجربه ديالي راه سمين والله الا سمين واخا تشوفوا هكا سمين سمين تبارك الله. كاين انواع ديال الحواله كما كتشوفوا اذا كما قلنا اي حاجه غاليه راه تساوي الثمن ومليح مليح الثمن ديالو. اذا غادي نشوفو لكم بلاصه اخرى خير موجود تبارك الله. الحواله كاين في هذا الاتجاه كامل الله يسخر اخويا راه كنقول لك الحاج حاجه ديال غرام. اذا ديرو باللاطه ديالو كنلقاو الصعوبه باش نصوروا الحواله في نفس الوقت صحاب الاغنام السبع واتساب ديال انسكان تبارك الله كبير تبارك الله راه هنا فاش صورنا 2023 صورنا تبارك الله. اذا انا رايي اثمنه مناسبه نشوف لكم بلاصه اخرى سوق انسكان معروف كيكرم صراح قصيت هذاك الدواء خويا كيكرم صراح اش غادي نقول لكم بقى لنا فيديو ديال المعزي كل نوع ديالو غنمشيو رقيق ولا غليظ ولا كبير ولا صغير ما كيبقاش في خطره راه باش هو الزريعه ديال صراح قصيت ما كيبقاش في خطره نهائيا صراح كيكون تحت
درنا باش نشرح لكم اللي تقل العيد تقريبا 10 ايام غيكون هنا عامر بالحواله كامرة بلاصه فيها الحواله. دابا حاليا انا باقي القضيه تبقى داك العدد بقى ديك السيمانه 10 ايام ديك الساعه غادي تشوفوا افضل ان شاء الله. هادو النعاش واقيلا واحد النعاج اذا هنا اين زكان غير صورنا لكم بلاصه اخرى ولكن كاين هاد البلاصه فيها المعزين النعاش. السلام عليكم شحال دايرين اسيدي هادو هاد الخرفات شحال دايرين هادو الحوليه ياك شحال داير هاد الحوليه الثمن ديالها شحال كاع تقريبا الثمن 26000 تبارك الله تبارك الله تبارك الله شحال هاد الحوله الرخله الحوليه الثانيه 36 26 ياك تعفن يا غير زوج غير زوج خطا يخصتي تي ويتو ولا طلعين يا جيت لي بعمل غدافن غدافن قال لي بعمل شي ياك يا هي اختي ولاهم قال لك صحاح سوري لا مستدري كذا وسالي تاعي كيتسد شويه لا نورمال المهم هذاك الشيء اللي كاين اللي بغى المليح ياخذ الحولي ب 60 عفوا انا بربع ب 80 المليح ب 80 للفوق تماما اذا الحوليات كما قلنا في هذاك الفيديو ديال البارح قلنا بعينو الناس اللي ما قدروش يشرو العيد بحال هكا ممكن تاخذ الحوليه بحال هذه ب 26000 وانت مضيباني كما شفتوا الفيديو من البدايه حتى النهايه حاولنا صورنا بصعوبه خاص في انسكان حيت القضيه ماشي سهله لقينا بعض الكسابه كاعين اذا باغيين الفلوس باغيين الربح حاولنا صورنا بالطريقه ديالنا كنعتذروا لكم الله يخليكم شي حد ربما حيت انا غادي ندير المونتاج ما كان فاش بان ليا شي حد يقدر نحيدو وإلا ما يمكنش نحيدو كنعتذروا ليه يسمح لينا اذا اشتركوا في القناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد والموعد ديالنا فيديو جديد سوق جديد اي سوق بغيتو نصوروه اكتبوا لينا في التعليق.